محمود عبد الحي هو أحد نجوم السبعينيات في النادي الأهلي. بدأ مشواره الكروي بنادي الطيران ومنه انتقل للأهلي. يعد أحد نجوم جيل التلامذة، كان متميزا في المباريات الكبيرة أمام الإسماعيلي، الاتحاد، المحلة، الترسانة والزمالك. تميز بالسرعة العالية والتهديف في مرمى حراس مصر الدوليين أمثال حسن مختار، عرابي، عبد الستار وحسن علي. مع محمود عبد الحي نسترجع ذكرياته مع النادي الأهلي وكرة القدم. أنا من مواليد دمياط، والدي الدكتور محمد عبد الحي، وهو والدي من اسكندرية وأمي من دمياط، بس احنا عشنا في القاهرة طول عمرنا. يعني بدايتي كانت في الكورة، احنا في رأس البر في يعني الفيلا هناك دلوقتي بيسموها عشش، فكان العشة بتاعتنا أو الفيلا بتاعتنا جنب الفيلا بتاعت سمير زاهر، كابتن سمير زاهر الله يرحمه. وهنا بدأت أتعلم كورة مرة في مرة، أروح ألم يعني مثلا أقف ورا الجون، كرة تروح أروح أجيبها كده في الأول. بعد كده السنة اللي بعديها واللي بعديها بديت أكبر، فبديت عايز ألعب معاهم يعني. فطبعا سني صغير أقول لهم لا، أنتوا بتلعبوا جنب عشتي فلازم ألعب معاكم. المهم يعني فكابتن عاد كابتن أفتكر جدا كابتن رفعت الفناجيلي قال لي طب تعالى أقف جون. قمت واقف جون، قام شايط فيا شوطة ما لحقتش امسكها، جت في بطني قمت نايم على الارض. المهم يعني عدت الفتره دي وبقيت العب معاهم وبديت اظهر في اللعب. يعني كان اسامي كثيره جدا بتيجي، حتى كان هاني بوريدا رئيس الاتحاد كان بيجي يلعب معانا، وكان في لعيب بس الله يرحمه بقى كان اسمه جورج جيد، كان من اللعيبه اللي كان المفروض يبقوا نجوم من نجوم الكوره يعني في مصر. الفتره دي هي أثرت في الواحد جدا. ليه؟ لأنه أول حاجة القدوة، كان قدامي القدوة ناس جامدة جدا بنشوفها في التلفزيون، وفي نفس الوقت يعني هم تبنوني. يعني كابتن سمير زاهر الله يرحمه بقى كان من الناس اللي تبنتني في البداية. يعني اللي أنا اتعلمت منهم كابتن رفعت الفناجيلي إزاي بيحط رجله في الكورة. يعني على فكرة ممكن واحد يبقى رجله قد كده ويحط رجله في الكرة تطلع حاجة بسيطة يعني، إنما هو فعلا أنا اتعلمت الشوتينج من الكابتن رفعت الفناجيلي من وأنا صغير. فده طبعا بعد كده أثر عليا أنا ما شاء الله. يعني أنا كنت كل جواني بجيبها من مسافات بعيدة. يعني دي مرحلة من مراحل اللي عدت عليا في حياتي يعني في البداية. كان بدايتي في الناشئين كنت بلعب في مركز شباب الجزيرة، وشافني كابتن محمد عثمان الطيب وضمني لنادي الطيران تحت 16 سنة، وتصعدت في نادي الطيران من 16 ل 18 لغاية ما طلعت تحت 21 سنة. الكلام ده كان في الستينات، احتكيت أنا أيامها بقى تصعدت للفريق الأول، احتكيت أيامها بلعيبة يعني كانوا هم تقريبا منتخب مصر، كان محمد بدوي وكان احمد ماهر ورفاعي بتاع الزمالك، وكان المدرب دربنا في نادي الطيران كان هو عبد المصري الله يرحمه. الفتره دي ما استمرتش كتير لان جت النكسه وتوقف الدوري حوالي 6 سنين. بدا نادي الطيران يوزع اللعيبه بتاعته، ففي جزء راح نادي الزمالك وفي جزء راح النادي الاهلي. هشام عزمي حارس المرمى، كابتن هشام راح نادي الزمالك، وهشام الصرفي، انا واحمد ماهر الله يرحمه بقى وكابتن حازم كرم اتنقلنا النادي الاهلي بناء على يعني كان في كده في نادي الطيران ناس اهلاويه اتنقلنا النادي الاهلي. في فتره بقى مهمه جدا اللي هي لما رحت اتدرب في نادي الزمالك.
كان السبب في تدريبي في نادي الزمالك ان المدرب بتاع اللي بدأ معايا المشوار كابتن محمد عثمان الطيب ربنا يديله الصحة، هو كان زملكاوي وكان قريب علي شرف ومحمد الجندي الله يرحمهم، فأخذني على نادي الزمالك وبديت أتدرب معاهم. طبعا أنا كان يعني تاريخي فيه أو المميزات اللي هي كانت بتميزني في نادي الطيران إن أنا كنت سريع جدا وكنت شويت وبلعب بدماغي كويس، مهارات الترقيص والحاجات دي ما كانتش متوفرة قوي، لكن ثلاث مهارات دول كانوا بيغطوا على أي حاجة يعني. فمجرد بعد تاني تمرينة في نادي الزمالك لقيت كابتن محمد حسن حلمي قال لي ما تجيبش سيرة لأي حد لغاية ما ناخد الاستغناء، فكنت أروح ألعب معاهم الماتشات الودية. كان أيامها بقى فاروق جعفر وعلي خليل فاروق السيد وطه بصري وأعتقد كان كابتن حسن شحاتة برضو، فكنا نروح نلعب مباريات ودية. ما كانش فيه دوري، كان الدوري متوقف بسبب الحرب، كانت كلها مباريات ودية، نروح نلعب في الصعيد نلعب في بحري كده يعني. فكنت أجيب جوان تقريبا في كل ماتش، كنت بجيب جول ألاقي كاتبين اسم تاني خالص، سجل الأهداف فاروق السيد وفاروق جعفر. ففي يوم اتضايقت وقمت داخل لكابتن حسن حلمي، أنا فاكر الموقف ده كويس قوي، قلت له يا كابتن ايه الحكايه وانا عمال اسجل اجوان، وتاني يوم الجرايد كان جريده الجمهوريه طبعا معروفه يعني كانت تكتب وسجل الاهداف فاروق السيد وعلي خليل ومش عارف ايه. قال لي بص معلش ما تزعلش، احنا لو كتبنا اسمك النادي الاهلي هيعرف واحنا لسه ما خدناش الاستغناء من نادي الطيران. فاقتنعت يعني. المهم ما فيش بعديها باسبوع بصيت لقيت الباب بيخبط، وابن كابتن عبده البقال الله يرحمه كان صاحبي اسمه عصام، لقيته بيقول لي بابا مستنيك تحت. عرفه منين ما تعرفش. نزلت قال لي انت اهلاوي ولا زملكاوي، كان شخصيه طبعا مميزه ومعروفه يعني للجيل بتاعنا، فقلت له اهلاوي. قال لي بتلعب في نادي الزمالك ليه؟ قلت له ما حدش جالي من النادي الاهلي. قال لي طب اركب. ركبت التاكسي وفوجئت وجها لوجه مع كابتن صالح سليم في المطعم بتاع النادي، وكان طبعا مقابلته جميلة جدا وكانت بداية علاقة قوية جدا بيني وبين الكابتن صالح. أول تدريب ليا في النادي الأهلي كان الظهر الساعة 1 وكنا في شهر فبراير، وحضر كمال بيه حافظ فريق مرتجي كابتن صالح سليم كان أيامها بيدربنا كابتن همامي، وكان ده أول يوم أتدرب فيه يعني، كنت لسه حتى ما وقعتش النادي الأهلي وهم مش عارفين مين اللعيب اللي جاي من الزمالك ده اللي هو طبعا يعني أصلا في نادي الطيران. فنزلت اليوم دوت طبعا كانت رهبة جامدة جدا، إنك صالح سليم اللي بتشوفه في السينما وفي التلفزيون قدامك وجها لوجه، ومجلس إدارة حاجة تخوف يعني، قاعدين في المقصورة هيتفرجوا على لعيب لسه جاي محدش عارفه. فلعبت أنا وينج يمين على كابتن هاني مصطفى ربنا يشفيه، وكان هو أسرع لعيب في النادي، ومن أول كورة اترمت من وراه وأنا قطعت كان ورايا بخمسة متر، ويومها عملت تدريب كويس جدا وفعلا حضروا الورق بتاع التوقيع ووقعت في النادي في أول يوم تدريب، وده كان يوم يعني الواحد ما يقدرش ينساه. الزمالك اتمرنت فيه حوالي 6 شهور لان المدرب بتاعي كان زملكاوي كابتن محمد عثمان الطيب، لكن مدير الكوره كان اللي هو علي الدغيلي كان رئيس اركان القوات الجويه، ده كان اهلاوي جدا. بعد ما نادي الطيران اتفك هو اللي كان ليه حق يوقع على الاستغناء، فراحوا له. انا اذكر يعني الحادثه دي كانت جميله جدا، راحوا له بتوع نادي الزمالك كان كابتن رأفت عطيه واللواء كان في لواء كده ما اعرفش اسمه بندق باين ولا حاجه زي كده يعني. فالمهم يعني كابتن رأفت عطيه راح للواء الدغيدي
علشان ياخد الاستغناء، فهو معرفش تحجج بايه، وظهر ان هو بلغ النادي الاهلي وبعتولي عبده البقال. ويومها عبده البقال عدى عليا وجابني النادي وفضلوا مقعديني ما خلونيش اروح. فوجئت بعد ما يعني ما روحت بالليل متاخر خالص انه كابتن رأفت عطية والمدرب بتاعي محمد عثمان الطيب كانوا عندنا في البيت رايحين يقابلوا اخويا الكبير علشان ومعاهم الورق علشان امضي على انضمامي لنادي الزمالك. ولما اتاخرت الساعه تقريبا، انا روحت الساعه 12 بالليل، وكان زمان 12 بالليل دي يعني متاخر قوي، فنزلوا وكنت خلاص وقعت للنادي الاهلي. وده كان بسبب اللي هو عبد الحميد الدغيدي. لما لعبت اول تمرين مع النادي الاهلي كان موجود كابتن مروان كنفاني من القدام، كابتن مروان كنفاني، كان موجود كابتن ميمي الشربيني، كان موجود فؤاد ابو غيده، كابتن فؤاد ابو غيده، كان حسن جبر الله يرحمه، كان وينج شمال، كانوا من الجداد يعني اللعيبه الصغيرين ما كانش فيه، كانوا هم القدام. وتقريبا انور سلامه كان موجود، وزي ما قلت هاني مصطفى، وكان بعض الناس من الفرقه اللي هم سمير حسن وحسن حمدي، ويعني الناس اللي هم فريق التلامذة يعني، كان خليط ما بين القدام والجداد. فطبعا بيبقى حاجة وهم انه انك تشوف الناس اللي كنت بتشوفها في التلفزيون بتشوفها جنبك. المرحلة بقى اللي هي تلت توقيعي للنادي الأهلي، أولا أنا كنت طالب في كلية الهندسة وبحب مهنتي يعني، والحمد لله اتخرجت بتقدير كويس. وكان معايا على فكرة كان معايا لعيبة كتيرة كان ممكن تبقى من نجوم مصر فعلا، بس الدراسة بتاعتهم، نوعية الدراسة دي حالت إنهم يكملوا في الكورة، زي مثلا دكتور سمير حسن. كابتن سمير حسن ده كان من اللعيبه المميزه جدا في النادي الاهلي في الفتره اللي هي بدايه السبعينات دي، لكن طبعا عشان كليه الطب بطل. كان الدكتور يحيى بهجت الله يرحمه كمان نفس الحكايه. كان كابتن عادل الجمال ده دلوقتي مهندس استشاري كبير، برضه كان كليه الهندسه ومنعته من انه يكمل، بس انا يعني الى حد ما قدرت اوفق ما بين الدراسه وما بين الكوره. الفتره دي انا كنت بلعب العاب قوه بقى على مستوى الجامعه، وخدت بطولة الجمهورية سنتين ورا بعض 100 متر و200 متر. وتصادف بقى انه لما كنا بنلعب دورة صيفية وكنا بنلعب ماتشات دورة التلفزيون، لان ما كانش فيه دوري. كان برضو حاجة ظريفة انه الكابتن عز الدين يعقوب كان بيلعب للنادي الاولمبي وكان من ابطال العاب القوة برضو، وحصل كده في ماتش كنا بنلعبهم وحصل سبرنت بيني وبينه وانا سبقته يعني، وعلق عليها كابتن نجيب المستكاوي الله يرحمه، وقال يعني كلام في حقي كويس يعني. الفتره دي اللي هي فتره الدراسه وبدا الدوري، الدوري على فكره بدا سنه 71، وكنا بادين بدايه كويسه جدا جدا. كان الفريق بتاعنا كله تلامذه، وكان كله طلبه يعني، اللي في الجامعه واللي في ثانوي. كان صفوت عبد الحليم وزيزو وسمير حسن وانا وناس كتير يعني، كان كلنا طلبه، واطلق علينا نجيب المستكاوي فريق التلامذه. وكان بيلعب معانا ناس قدام يعني، كابتن مروان كنفاني وكابتن ميمي الشربيني وكابتن فؤاد ابو غيده، دول الثلاثه الكبار من الجيل اللي قبلينا اللي هم لعبوا معانا شويه. وكان حتى الشربيني يطلق عليه الالفا بتاع التلامذه يعني. ده كان فترة تكوين النادي الأهلي اللي حصل بعد كده بطولة الدوري لمدة 8 سنين أو 9 سنين. هقدر أتكلم على المرحلة اللي هي بداياتي مع النادي الأهلي. أنا فاكر أول ماتش لعبته على الأضواء كان الدورة الصيفية،
ما لعبتش الماتش كله. كان يعني اذكر اول حاجه المدربين اللي هم توالوا على النادي الاهلي وانا بلعب. اول مدرب كان كابتن همامي، تاني مدرب كان الكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه، وبعديه جه هوديكوتي. فاول مباراه لعبتها كانت ضد المحله، وعلى فكره كان في يعني ملاحظه مهمه جدا انه كان النادي الاهلي كل الاعمار صغيره، وكان الفرق الثانيه يعني الاسماعيلي كان قبل كده بيغلبنا على طول، المحله، ترسانه، الاتحاد. الاربع فرق دول كانوا يعني بالنسبه لنا كانوا بيمثلوا مشكله. يعني اول مباراه لعبتها كانت ضد المحله على ملعب النادي الاهلي هنا على الاضواء، وانا فاكر ان انا اول جون سجلته كان في نادي المحله، حارس المرمى كان عبد الستار. وبعد كده بدينا نعمل سفريات، سافرنا كل الدول العربيه تقريبا لان ما كانش فيه دوري. سافرنا سوريا، سافرنا المغرب، الجزائر، الخليج كله، السعوديه والامارات ودبي. وكانت هي دي الماتشات بتاعتنا اللي بنلعبها لانه ما فيش دوري. في فتره توقف الدوري كان في الدوره الصيفيه، وانا اذكر من ضمن المباريات يعني اللي انا فاكرها ماتش الاهلي والزمالك 2-1، اللي ده انا لعبت الماتش كله، وكانت تقريبا اول مره بعد توقف الدوري نغلب الزمالك. سجل زيزو وصلاح حسني من فاول على بعد يمكن 40 متر في سمير محمد علي. دي كانت يعني عمليه لازاله الرهبه بتاعت الصغر سننا، ويعني بدايه او تحضير لان احنا نعتلي بطوله الدوري فتره طويله. يعني كان في برضو ماتش المصري 3-2 وانا سجلت جول فيهم. بس يعني ده اللي اذكره عن الدوره الصيفيه لغايه ما بدا الدوري بعد كده. مرحله بقى هديكوتي لما جه بعد الكابتن عبد الصالح الوحش واللي عمله فينا، هديكوتي اضاف كتير جدا للنادي الاهلي واضاف للعيبه بعينهم. يعني ف مثلا هنفترض ماتش الاهلي والمحله، ماتش الاهلي والمحله كان بالنسبه لجمهور الاهلي كان يعني ماتش خوف. كانوا بيعتمدوا على عمر عبد الله وعبد الرحيم خليل في السرعات بتاعتهم، لانه كانوا فعلا يعني حتى بعد ما انضميت للمنتخب كان في حوادث كده مع الجماعه دول. دكوتي قال لنا على طريقه جميله جدا، زي بالظبط هو شرح لنا، قال زي بتوع السله، احنا مش هندي فرصه مساحة ملعب ان يجري فيها عمر عبد الله ولا عبد الرحيم خليل. انا فاكر كويس قوي المحاضره دي، قال كره تتقطع مننا نرجع كلنا في نص الملعب بتاعنا، فما فيش فرصه انهم يعملوا الثرو باس اللي هو الكور الطويله من ورا الباكات. ففريق المحله اتلبخ يومها، غلبناهم في المحله 2-0 على ما اعتقد. زيزو جاب جول والخطيب جاب جول، وانا كنت متميز يعني يومها قوي. عايز اقول انه هديكوتي كان بيوظف اللعيبه. مثلا يعني من ضمن الحاجات كان موظف شطه في ماتشات الزمالك وماتشات اتحاد اسكندريه انه يمسك لعيب معين، فكان شطه بيلعب على فاروق جعفر
في الزمالك ويلعب على شحتة الاسكندراني في اتحاد اسكندرية، وكان كل مهمته ان هو يعني يحرمهم من انهم يلمسوا الكرة. شطة كان خفيف وكان يعني زي ما بيقولوا كان ما بيلعب مان تو مان، بيلعب لازقة يعني بيلزق للعيب، فكان فعلا يبوظ لعب فاروق جعفر، يبوظ لعب البلاي ميكر بتاع الفرقة. يعني مثلا اتحاد اسكندرية كان شحتة، المحلة كان بيلعب مثلا على عبد الرحيم خليل، على السياجي. ف يعني دي من ضمن الحاجات اللي دكوتي عملها. هو طبعا ما نقدرش بالنسبة ان احنا نقارن بين كابتن عبد الصالح ودكوتي، لانه دي مدرسة ودي مدرسة، يعني دي اوروبا وكابتن عبد الصالح اكاديمي، يعني راجل بيدرس في معهد التربية دكتور، وهو ماشي على سيستم يعني معين. انما دكوتي لما جه هو كان يعني بيطبق مدرسة جديدة خالص علينا، يعني بدليل ان هو من ساعة ما رجع. وبعدين كابتن عبد الصالح لما كان بيدربنا ما كانش فيه دوري، يعني كان بيدربنا كانت الدورة الصيفية، كان سفريات للدول العربية. انما من حظ دكوتي لما جه انه جه على بداية الدوري 74-75، فقدر بقى ان هو يطبق الحاجات دي كلها علينا في الماتشات، وتبان النتائج لانه كل اسبوع ماتش، كل اسبوع ماتش، غير انه تستنى دورة صيفية تيجي او نسافر نلعب بره مثلا في الدول العربية. فما تقدرش تقارن بين يعني مدرسة ومدرسة، لانه كل واحد ليه شخصيته. لفتحي مبروك، ترجع تاني للخطيب وهوبا حلو الجول، جول 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 حلو جدا جدا جدا. فتحي بيلعبها قدام للخطيب على صدره وبيشوط الجول الاولاني للخطيب. فرقة التلامذة دي لما خدها كابتن هيدكوتي أضاف لينا كتير فنيا، وكان فترة الإعداد بتبقى حوالي 40 يوم في الصيف، وبدينا مشوار حصد الدوري سنة 74-75، أول دوري خدناه يعني. ماشي عبد العزيز عبد الشافي بالعرب بالعرب طلوع للخطيب. انا كنت بلعب الدوري غالبا من غير ما احضر فتره الاعداد، لان انا كنت في الهندسه بسافر كل سنه اوروبا علشان اشتغل في المصانع هناك واعمل ريبورت عن شغلي، وكان ده ليه درجات عندنا. فكان حتى زيزو يبعت لي تلغراف يقول لي جالنا مدرب جديد اسمه ديكوتي وعايز يشوف راس الحربه بتاع النادي. ان انا باجي مثلا قبل بدايه الدوري باسبوعين. الحمد لله كان الواحد كاعداد بدني ما كنتش بدخل، يعني كان جسمي من ساعه ما بدات لغايه ما بطلت كان هو زي ما انا كده دلوقتي يعني. فكنت اجي العب على طول، ودي كانت يعني حاجه من عند ربنا يعني. فبدينا بدايه الدوري كانت بدايه قويه جدا، اول اربع ماتشات كسبانينهم. الماتش الرابع كان الاهلي والاسماعيلي، وكان الاسماعيلي كان بعبع ميمي درويش وابو جريشه وسيد عبد الرازق وفرقه جباره. كان الاستاد القاهره مفيش مكان لقدم، الناس كانت جعانه دوري وواقف بقاله ست سنين. فانا فاكر اليوم ده كنا في اكتوبر وغلبنا الاسماعيلي 1-0،
بقذيفة يعني من بعد دايرة السنتر، زيزو عدلها لي وأنا شطها، كان حسن مختار الله يرحمه. وفي الليلة دي كان الدوري هيقف علشان تصفيات كأس العالم وبطولة أفريقيا، كانت بطولة أفريقيا هتتلعب عندنا سنة 74. فأنا فوجئت بأن المنتخب بعتولي في النادي بالليل بعد المباراة، أنا جبت الجول يعني من 1-0 انتهت المباراة، وكان جول جميل جدا يعني الناس فاكراه حتى لغاية دلوقتي الناس اللي تعرفنا يعني. فأنا الحمد لله يعني انضميت للمنتخب ليلتها، وليلتها رحنا معسكر المنتخب وتعشينا سوا، وقعدت على الترابيزة مع حسن مختار، وكانت طبعا لقاء غير عادي يعني. نفس اليوم خلصنا المباراة ودخلنا معسكر المنتخب. كان أيامها المدرب محمد الجندي، وكان الراجل العظيم محمد حسن حلمي هو اللي كان مدير المنتخب، وكان أيامها طبعا كان الشاذلي ومصطفى رياض وعلي أبو جريشة وحسن مختار، كان عتاولة مصر كلها في المنتخب. أول ماتش كان مصر وتونس على ملعب الزمالك هنا، كنا بنلعب على ملعب الزمالك على ما أذكر يعني، وغلبناهم 2-1 طبعا. أنا بس أنا ما سجلتش، إنما لعبت الحمد لله، وبعدين الإصابة عودتني تاني، فالماتش التاني ما لعبتوش اللي هو كان بتاع تونس يعني. حضرنا المعسكر فترة الإعداد بتاعة الدورة الأفريقية، بطولة أفريقيا 74، وكان يعني بصماتي دكوتي باينة على الواحد يعني، الحمد لله يعني هو الواحد قدر يعمل لنفسه ستايل في اللعب يعني. لعب الترسانة ودي على ملعبنا هنا، وجيت قبل الماتش بربع ساعة طبعا، جيت لقيت كابتن صالح متضايق جدا، ازاي انت تتأخر عن المحاضرة وازاي اقلع ويلبس يلا. كنت انا يعني الفرود اللي هو الاساسي في الفريق يعني، ونزلت وفاكر كويس قوي ان انا من ارهاق الصحيان بدري والمشوار بتاع الفيوم ورجعت كنت يعني تعبان جدا جدا يعني، وما كنتش نمت كويس. فاكر قوي ان انا في اول 5 دقايق انفردت بحسن علي، وانفراد يعني انا وهو، وكان المفروض انها تيجي يعني، المهم ما جاتش الكرة. طبعا ده كان اول مره اتشتم من الجمهور يعني، كان حاجه بايخه قوي. بعديها ما فيش ربع ساعه كره صعبه جدا قمت مسجلها وكسبناهم على ما اعتقد 3-2، ودي كانت من النوادر ان انا اتشتم من الجمهور، لان الجمهور كان بيحبني جدا. ليه بقى؟ انا اول من هزم الاسماعيلي يعني، دايما في علامات مميزه كده لكل واحد، بحيث ان هو ايه بيبقى له عند الجمهور زي معزه يعني. بسبب الاسماعيلي ما كانش الاهلي بيغلبه ابدا، انا اول من غلب الاسماعيلي، اول من غلب الاتحاد اسكندريه في اسكندريه، في عرابي، الترسانه اول من غلب الترسانه والمحله، الاربع فرق التقال ليا معزه عند الجمهور بسبب ان انا كنت سبب الفوز يعني في الماتشات دي. تشكيل الفريق في أيامنا كان بيتم قبلها بيوم، وكنا نيجي نلاقي في أوضة اللبس على اللوحة اسم الفريق اللي هيلعب والاحتياطي. كنت أطمن قوي لما كان يبقى مثلا موجود سمير حسن، ده اللي هو دكتور واللي هو اعتزل بدري يعني، مش اعتزل، هو ما كملش كوره لانه تخصص بقى في الطب ومارس بقى مهنته،
فكنت ارتاح جدا لما لانه كان بيلعب في كل المراكز. سمير حسن كان بيلعب ستوبر مساك، وكان بيلعب في نص الملعب، واحيانا كان بيلعب، كان في عندنا التشكيل انسايد شمال وانسايد يمين، وينج يمين وينج شمال. فكان سمير حسن بيلعب انسايد جنبي ساعات، وده كان مصدر راحة نفسية للواحد، يعني يحس انه في جنبي حاجة تقيلة. يعني كنت ارتاح قوي لحسن حمدي اما اعرف ان هو في الفرقة. يعني طبعا خطيب يعني لما ظهر بعد كده بقى كان مصدر ثقة طبعا للواحد. بالنسبة للعيبة اللي كانت أيام ما كنا بنلعب، يعني اللي كان الواحد يعمل حسابها ويستمتع بيها، كان في الترسانة كابتن الشاذلي مصطفى رياض أبو العز. وأذكر مرة، أول مرة ألعب ضد الترسانة كان على ملعب النادي الأهلي، وكان ماتش ودي يعني أعتقد في الدورة الصيفية أو حاجة زي كده. وكنت أنا نازل الشوط الثاني، وانا نازل طبعا كان دول ناس يعني كان الواحد يقعد يتفرج عليهم في التلفزيون، ففجأة تلاقي نفسك الواحد يلاقي نفسه في وسطيهم. فأذكر مصطفى رياض قال لأبو العز كلمة عشان يخوفني، قال لي هاتوا ده، قال له هاتوا ده، هاتوا من ركبته. كان يعني وضع إرهاب كده، لأن الترسانة كان فرقة كبيرة، وكان قبليه يعني في الستينات كانت غلبت الأهلي مرتين دوري وكاس 4-0 5-1، وكانت من الفرق اللي هي بتخوفنا يعني. بس الحمد لله طبعا فريق التلامذة لما بدأ يثبت رجليه الفرق دي كلها كنا بنكسبها. الإسماعيلي كان يعجبني جدا طريقة لعب علي أبو جريشة، وكان حسن مختار الله يرحمه كان من حراس المرمى اللي أنا أحبهم يعني. اتحاد اسكندرية طبعا كان شيحتة الإسكندراني والجارم والبابلي كفرول، يعني كان أحب إن أنا أتفرج عليهم، وبعد كده في المنتخب لعبت معاهم يعني. نيجي مثلا لنادي الزمالك، كان يعجبني جدا لعب طه بصري وفاروق جعفر طبعا، بس يعني طه بصري كان يعجبني الستايل بتاعه، ستايل التهديف بتاعه كان بيبقى ليه شكل يعني. اللي بيعجبني في المحلة انهم كانوا حتى لما رحنا المنتخب في المعسكر كانوا بيناموا بعد صلاة العشاء، يتعشوا ويناموا، كان ما شاء الله يعني اللياقة بدنية عالية جدا. كان يعجبني عمر عبد الله، كان يعجبني السياجي، عبد الرحيم خليل، دول كانوا من الناس اللي هي يعني ليها ستايل كويس وبيعجبني في الملعب يعني. بيعجبني في المصري مسعد نور والخضري، كان 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 ديفنس محترم يعني، ومن اللعيبة برضو اللي الواحد يذكرها كويس. الواحد كمهاجم كان طبعا في ماتشات محببة للواحد، ليه؟ بيبقى الديفنس بتاعها سهل، وفي ماتشات بتبقى احنا بنسميها بلغة الكورة مع قربة، ليه؟ انت نازل تلعب مثلا على ميمي درويش اسماعيلي، حسن درويش اخوه، انت نازل تلعب على بوبو اتحاد اسكندرية، بيبقى الواحد قلقان وعامل حسابه ومش نازل براحته، يعني ان ماتش هيبقى سهل، لا، هيبقى ماتش هيبقى فيه شغل كتير وهيبقى فيه احتكاك. وغير كده فنيات اللاعب بتبقى برضو الواحد يعمل حسابها. كان في الزمالك احمد رفعت، كان الواحد يعمل حسابه قوي يعني، كان لعبه عنيف شوية وفي نفس الوقت كان يعني مالي مركزه يعني. كان في الأولمبي في لعيب الواحد بيعمل حسابه برضه، كان اسمه بكر، وكان
كان هيموتني في مره من المرات. ديفنس ديفندر كويس قوي قوي، وبعدين كان لعبه عنيف ومساك. هو طبعا زمان الشهرة كانت يعني هي بذاتها مكافأة للعيب، يعني مجرد ان الناس تعرفني، مجرد ان زمايلي في الدراسه مثلا او زمايلي في المكان ما انا ساكن يلاقوا صورتي في الجورنال، او احنا كان بيطلع ساعات كارت بوستال، كروت بوستال بتتباع وتحط عليها طابع بوسطه والناس تكتب عليها، كانت بتنزل صورنا فيها، نزلت ليا صوره انا ومصطفى يونس، وبعدين صوره والنادي الاهلي كله، فريق النادي كله. وطبعا كان الموضوع دوت يعني هو بذاته مكافاه للعيب. فانا فاكر اول صوره نزلت ليا كان في جريده الجمهوريه، وكان في ماتش مع الاولمبي، صوره انا وكيبر، كان في لعيب اسمه كيبر في الاولمبي، وكانت دي بقى يعني احتفظت بيها، وكانت بالنسبه لي يعني حاجه كويسه. اول سنه خدنا فيها الدوري 74 75، التلفزيون كان طبعا كان مذيع كان سمير صبري، فهو عزمنا يعني على البرنامج دوت، وكل واحد اتكلم وقال كلمته فيه، ودي كانت تقريبا اول مره الواحد يخش فيها التلفزيون. من المواقف اللي الواحد ما ينساهاش في النادي بدايه كابتن محمود الخطيب. انا كنت برجع من اوروبا متاخر، ما بحضرش فترة الإعداد، فكان كابتن ديكوتي بيعمل لي تمرين انفرادي الصبح لوحدي. ففي يوم من الأيام كان عندي تمرين الصبح، وفوجئت بلعيب كده هيئته كويسة نازل، ديكوتي بيقول لي انقل معاه كورة كده ونشوفه يعني. فبصيت لقيت، قعدت انقل معاه كورة، لقيت كنترول غير عادي، ينطق وينيمها قلت له انت كابتن هتبقى نجم مصر في يوم من الايام. وفعلا اتحقق النبوءه دي، وكان نجم مصر لانه ولذلك يعني انا علاقتي بالخطيب كويسه جدا جدا يعني. انا اذكر يعني واقعه كانت طريفه جدا. انا اتجوزت سنه 76، وكان اتجوزت في 1 مارس، فأنا كنت متفق معاهم انه هيبقى جواز كاتب كتاب بس، وان الزفاف هيبقى بعد الدوري. فعزمت طبعا الفرقه كلها، وفريق مرتجي وعزة ابو الروس، ويعني زمايلي كلهم يعني، وفوجئوا بان انا يومها كنت هتجوز جواز زفاف عادي يعني. فوجئت بقى، كان مرتبي 150 جنيه في الشهر، فوجئت لما جيت اقبض المرتب انهم خصمين 90 جنيه عقاب على ان انا يعني خليت الزفاف يبقى في وسط الدوري مش بعد الدوري ما يخلص يعني. ودي كانت واقعة طريفة جدا يعني، ودي المرة الوحيدة اللي حصل عليا خصم فيها في النادي يعني. أول مكافأة دوري سنة اللي هو دوري 74 75، اشتريت عربية زيرو 128 فيت. وكان مكافآت الدوري بتتوزع على حسب الماتشات اللي لعبتها، فكنت أنا لعبت يعني ماتشات متوسطة يعني. كان اعلى مكافاه خدها كان حسن حمدي، انه كان لعيب ستاندنج، ما كانش بيعتذر خالص عن الماتشات يعني، وكان حظه كويس في الاصابه والحاجات دي الحمد لله يعني. انما مش سايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوه ويديها لشريف مذكور، وشريف الثالثه والرابعه قدام حلوه، ابراهيم عبد الصمد ساحب، ساحب هو وزجالوس، وحلوه الاوفر
لعيبه الكوره دمهم خفيف وليهم مواقف كتيره قوي قوي على مدى السنين اللي عشناها مع بعض، وبيبقى لعيب الكوره مفنط شويه يعني. فمن ضمن المواقف اللي حصلت لنا، واحد زميلنا يعني كنا رايحين، رحنا السعوديه عشان نلعب مع اهلي جده، هنعمل عمره طبعا. كان الامير عبد الله الفيصل هو اللي بعت لنا الدعوه وطياره خاصه وكده، فروحنا بقى عشان، فكان زميلنا ده مش حافظ التشهد، كنا صغيرين برضو يعني مش كبار قوي يعني، فكتبناها له في ورقه وحطيناها له في الشنطه بتاعته اللي هياخدها معاه في الباص، ونزلنا خلاص رايحين على البتاع، وهو طلع التشهد عشان يحفظها في الباص. فطبعا المغرز اللي اتعمل فيه ان احنا خدنا يعني ما اعرفش مين اللي خد منه التشهد وسابها له كده، حط له ورقه فاضيه. فمجرد ما بيطلع بيفتح الشنطه بتاعته الهاند باج وبيطلع التشهد ما لقاهاش، ايه اتجنن طبعا، قعد بقى يهيص ويعمل مين اللي خد التشهد ومين اللي خد التشهد. كتبنا له واحده غيرها بقى في ساعتها يعني. دي كانت من المواقف الطريفه اللي حصلت لنا يعني. برضو من المواقف اللي هي كانت في تاريخ الواحد، كان اول ما انضميت للنادي كان موجود فؤاد ابو غيده، وفؤاد ابو غيده كان مشهور بانه اعلى جامب في مصر بالنسبه للكور العاليه، كان بيلعب سيرد باك وما كانش حد ياخد منه كرة ابدا. فكان انا في بداياتي اول ما لعبت، انا كنت بلعب العاب قوة كويس يعني، وكنت بلعب من ضمنها الوثب العالي والوثب الطويل و100 متر و200 متر، فكان انا الجامب بتاعي كويس جدا يعني. فكرة ملعوبة بالعرض وهو طالع عليها، انا طلعت قبليه وخدتها وحطيتها جون. بعد كده في اوضه اللبس قاعد كانه حصلت له حاجه، ازاي لعيب ناشئ زي ده ياخد كرة؟ فجاء كده يعني قعد يطبطب عليا يعني، هو كان يعني كابتن بمعنى الكلمة يعني، يطبطب عليا قال لي انت لازم تنمي موهبتك ديت، بس انا عايز اعرف انت خدتها مني ازاي. الحقيقة الحمد لله الواحد كان علاقته بزمايله كلها كويسة، واذكر يعني في عزاء من العزاءات قريبة كان كابتن مروان كنفاني واقف ياخد العزاء، اعتقد كان بتاع كابتن طارق سليم، ووقفت اسلم عليه واتكلم معاه شويه، ف بقول له فاكرني يا كابتن؟ قال لي فاكرك، ده انا كل يوم الصبح بصبح عليك. فانا استغربت قوي ازاي يعني، قال لي في صوره ليا انا وانت من ايام ما كنا بنلعب يعني، حاططها فوق مكتبي، فكل يوم بشوف محمود عبد الحي. كانت لفتة كويسة يعني منه. وإحنا عندنا على فكرة في النادي الأهلي يعني سمة من سمات اللعيبة، إحنا بنحترم الأقدميات قوي يعني. اللعيب القديم مهما كان مستواه الاجتماعي عالي واطي أو كده يعني بنحترمه جدا وبنديله وضعه، ولازم الواحد يقول يا كابتن. ويعني كان حتى في تقليد معرفش النادي الاهلي وقفوا ليه، كانوا بيعملوا لنا لقاء الذكريات كل كام سنه كده، يعملوا حفله وما يبقاش فيها حتى اي اعلام، لا تلفزيون ولا اذاعه ولا صحافه ولا اي حاجه، ويجيبوا ترطايه على شكل ملعب كوره ويعملوا ترابيزات بقى، ترابيزه الخمسينات ما كانش فيها الا واحد بس، ترابيزه الستينات السبعينات الثمانينات التسعينات، ونجتمع كلنا ونقضي يوم في منتهى الجمال يعني. انا فاكر قوي يعني الواحد كان بيتبسط انه مثلا يلاقي الناس بتوع الثمانينات والتسعينات يعاملوه معامله كابتن واحترامات وكده يعني، هي دي السمه بتاع النادي الاهلي. من ضمن الذكريات اللي هي الواحد يعني فاكرها عن النادي، انه كان طبعا مفيش لعيب ما لعبش كره شراب يعني، يا اما كره شراب يا اما كره في الملعب الخماسي، كل اللعيبه الحريفه لعبوا اللعبه دي. ما اعرفش بتوع الايام دي ايه، بس احنا ايامنا كانت كده يعني. فكان بيلعب في شارعنا حمدي جمعه، كنا ساكنين في الهرم وكنا بنلعب مع بعض كره شراب وكده، فانا شفته، كان اصغر مننا شويه كويسين يعني، فكان اخوه الكبير صاحبي، وكان الاهلي فتح الاختبارات، فانا جيت للكابتن مصطفى حسين على ما اذكر قلت له انا عندي لعيب كويس قوي
وهينفعنا كويس يعني اجيبه. فجبته كان دخل من اول مره، من اول اختبار خدوه في النادي وخد اجراءاته بقى وعاش يعني مع نفسه لغايه ما بقى نجم من نجوم الاهلي وجاب جول في الزمالك. ودي يعني كانت يعني من ضمن الحسنات اللي الواحد عملها يعني. ضربة حرة مباشرة خارج منطقة الجزاء من ناحية الشمال، يلعبها الخطيب على الأرض، حمدي جمعة جاي من جانب هنيجي بقى للختام ختموها مسك. الإصابة اللي هي منعتني ان انا اكمل كوره، انا اتعورت في الدوري كان عندي 27 سنه وكنا بنلعب دمياط وكره مشتركه مع الله يرحمه كابتن سمير زاهر، فردت رجلي زياده شويه، رجلي اليمين، العضله الشمال العضله الضمه طقت وورمت، وكان مساعد مدرب كابتن الجوهري نزل شالني، وللاسف كان الطب الرياضي ايامها ما كانش متخصص قوي، فاتعالجت غلط يعني، خدت حقنه كورتيزون في العضله، واللي كان اوحش من كده انه راحه سلبيه شهر دي قضت عليا كلعيب يعني، لاني بعد كده لما سافرت لندن انا وكابتن انور سلامه كان برضو عنده نفس الاصابه بس اخف مني شويه، رحنا مستشفى ويست مونستر هوسبيتال، وانا فاكر اسم الدكتور كان اسمه الدكتور هاردينج، ولما كشف عليا كانت العضله اتكلست، عملت حته زي عظمه كده صغيره، قال لي لا انت بالنسبه لك الكوره انتهت يعني. لما رجعت بقيت يعني اتمرن برضو في الجيمانيزم شويه، تمرينات علاجيه وكده، العب شويه ماتش وبطل ماتشين وهكذا يعني لغايه ما زهقت وبطلت. اذكر بقى ان وانا مثلا فوق الخمسين كنت بلعب مع فريق الشمس، جات لي نفس الاصابه في العضله اليمين، اتعالجت في اسبوع، كل اللي حصل عملوا لي ديب مساج، تدليك عميق علشان يشيل الدم اللي هو حصل في النزيف ده، ولعبت بعد 15 يوم يعني. كان الواحد كان ضحية الطب الرياضي في الإصابة. طبعا بعد الإصابة اعتزلت سنة آخر 76 واتجهت لمهنتي بقى ان انا اشتغل مهندس. بتكلم على انتمائنا للنادي الاهلي والفرق بيننا وبين اللعيبه في الايام دي. الاهلاوي كان ايامنا الاهلاوي يعني اهلاوي يعني ما يغيرش فانيلا بتاعته خالص، حتى لو جات لك فرصه انك تروح مثلا نادي تاني ما كانش في حاجه اسمها بيع وشراء، كان استغنى، تاخد استغنى من النادي اللي بتلعب فيه، استغنى مكتوبه وتتسجل في اتحاد الكوره وتلعب للنادي اللي انت عايزه. فانا فاكر كويس قوي لما اعتزلت بسبب الاصابه، كان التكليف بتاعي جه على شركه مقاولين العرب، وجه التكليف في اسوان، كان المهندسين بيتكلفوا امر تكليف والدكاتره نفس الشيء يعني. ف رحت انا الشركه، كنت معتزل بقى يعني، اعتزلت كوره ورحت الشركه علشان انقل التكليف بتاعي من اسوان للقاهره. فقابلت الكابتن علي ابو جريشه في مكتب رئيس مجلس الاداره اللي هو صلاح حسب الله، كان رئيس الشركه مقاولين العرب وكان مدير نادي الاسماعيلي، رئيس نادي الاسماعيلي.
ففوجئت بانه يعني بسال الكابتن علي بقول له يعني انا عايز انقل اغير التكليف بتاعي والكابتن صلاح بيه حسب الله قال لي تعالى ما تعرفش هو عايزني ليه فكانت مفاجاه كبيره جدا قال لي هو عايزك عشان تلعب سنه للاسماعيلي طبعا كنت قايم واقف وقلت له انا اسف يعني رجاء تنقل له رساله ان اللي لبس الفانيلا الحمراء ما يغيرش اللون بتاعه ابدا ومشيت وسبت التكليف بتاعي واشتغلت حر سافرت الامارات علشان اشتغل مهندس وكان معايا شهاده الكوره ان انا لعيب دولي يعني ف وانا بدور على شغل هناك فقالوا لي لا احنا عايزينك كلاعب كوره تدرب فرقه من فرق الجيش عندنا يعني. وفعلا اتعاقدت مع فرقه من فرق الجيش انا دربتهم 3 سنين وخدت الكاس والدوري 5 مرات في ال3 سنين كان عندي في الفرقه يعني بدأت أطعمهم بلعيبة مصريين جبت علي خليل وحسن بصري وصبري المنياوي وحلمي طولان دولت كانوا الفرقة بتاعتنا وبعدين برضو طعمتها بلعيبة إماراتية وبديت كانت الفرقة دي بتطلع من دور الـ16 في التصفيات يعني فبدأت أول سنة خدت دوري وكاس تاني سنة خدت دوري وكاس الجيش وكان دوري الجيش كان سخن جدا لانه يعني زي دوري الشركات كده عندنا وثالث سنه خدت الدوري بس وجيت في الكاس بعديها اعتزلت التدريب خالص واتجهت لمهنتي والحمد لله يعني حققت فيها شهره زي شهره الكوره بالظبط بالنسبة لزمايلي في الملعب يعني طبعا كان من أقرب الناس ليا كابتن أنور سلامة سافرنا مع بعض لندن عشان نتعالج كان هو كان كابتن الفرقة فترة وكان هو بيلعب في خط النص هو اللي بيمونك فأنور سلامة من الزملاء اللي الواحد ما ينساهمش حسن حمدي الخطيب طبعا مصطفى عبده إبراهيم عبد الصمد يعني كلنا يعني الحقيقة كانت فرقة متكاملة وفرقة يعني كان قلبنا على بعض كانت فرقة كويسة يعني محسن صالح محسن ماشي حلوة لأحمد عبد الباقي أحمد عبد الباقي لم كرة ومعاه الباك نمرة 2 بيديها لمحسن صالح محسن صالح بيشوط علاقتي بكابتن محسن صالح كان أنا خلصت الجيش فكنت حر يعني كان تمرين صبح وبعد الظهر وكان محسن صالح جاي من بورسعيد فكنا ساكنين مع بعض في شقه في الدقي بنروح مع بعض ونرجع مع بعض كل يوم يعني الصبح وبعد الظهر عشت معاه فتره كويسه محسن والحقيقه يعني كان ليه اثر في ظهور مصطفى عبده لان يعني كان معروف قوي ان كل الكور بتتلعب محسن بيشغل مصطفى عبده وكان ليهم اثر في ان احنا خدنا الدوري كذا مره يعني صفوت شاط احمد عبد الباقي احمد عبد الباقي
كان في واقعة طريفة جدا لوحش أفريقيا اللي هو أحمد عباي. أحمد عباي كان جاي من المنيا وكان كان باك محترم جدا ولعب معانا فترة يعني فترة طويلة وانضم للمنتخب وكان فعلا هو وحش أفريقيا لأنه كان بيلعب باك ما كانش حد بيعدي منه وبدأ يبقى نجم ونجوميته تظهر وهو كان مبهور بالنجوم اللي هو شايف فكان ايه انا اذكر مره جه قال لي عايز اتصور معاك يا كابتن قلت له طيب ماشي ليه قال لي عشان ابعتها لهم في البلد قلت له يا احمد ده انت بقيت نجم انت لعبت في المنتخب وبقيت باك مصر ولعبت في بطوله افريقيا لسه لغايه دلوقتي بتعتبر نفسك يعني هتتصور مع نجم من النجوم فالحقيقه يعني كان من الناس اللي هم كويسين جدا احمد عبائي اخلاقا ولعبا وكل حاجه. ما اقدرش انسى برضو كابتن ابراهيم عبد الصمد كان الوينج اليمين انا كنت بلعب راس حربه وهو كان الوينج اليمين بتاعي فكنا اخترعنا حاجه كده اوفرلاب هو يجي مكاني وانا اجي مكانه. كان طبعا الكرة اتطورت عن ايامنا يعني التكتيك اتغير طريقة اللعب اتغيرت السرعة يعني احنا سرعة اللعب او سرعة نقل الكرة اتغيرت بقت حاجة زي شطرنج فكنا يعني اخترعنا كده حاجة اللي هي الاوفرلاب ان انا اروح مكانه على ناحية الوينج اليمين وهو يخش مكاني والكرة تتلعب لي وانا اقوم عاملها بالعرض وكانت فعلا تأليفة كده مني انا وهو وكانت بتجيب نتائج كويسة يعني. كابتن ميمي شربيني كان كابتن فريق بتاعنا حوالي 3 سنين من ساعة ما أنا انضميت ليهم يعني أنا أول ما انضميت سنة 70 كان موجود كابتن ميمي الشربيني وكان كابتن مروان وكان كابتن فؤاد أبو غيدة وكان في موقف طريف قوي مع كابتن فؤاد أبو غيدة الجامب بتاعه كان عالي جدا يعني كان محدش ياخد الكرة من على دماغ فؤاد أبو غيدة أنا خدتها وجالي في أوضة اللبس وأنا كنت صغير قال لي أنت يعني قاعد بقى يهزر معايا يعني هزار ظريف قوي فالمهم يعني ميمي الشربيني كان الالفه فعلا وكان اخ كبير لينا وطبعا خبره جامده جدا كان مثال للكابتن في الملعب يعني يوجهنا وعلى طول بيكشف العيب فين ده متاخر ده متقدم ده بيغطي ده ما بيغطيش فكان توجيهاته في الملعب كانت الحقيقه مفيده جدا لينا يعني. أنا وأنا في الناشئين كان القدوة بتاعتي كان الكابتن صالح سليم طريقة لعبه وأخلاقه وشهرته هو ده اللي كان قدامي ولذلك يوم ما جيت قابلته أنا ما كنتش مصدق نفسي يوم ما جيت النادي الأهلي وهو يعني سألني أنت أهلاوي ولا زملكاوي فحقيقة كان يعني شيء الواحد كان بيحلم بيه فعلا. الواحد بيعتز بيهم المهندس عبد المنعم شطة اللي هو كابتن شطة هو مهندس كهرباء وأنا بعتز بيه جدا كان ليه سمة مميزة في اللعب إنه كان بيوظفه هليكوتي إنه يبوظ لعب أي حد فكان ينزل مثلا يلعب مان تو مان مع فاروق جعفر يعني مفاتيح اللعب في الفرقه اللي قدامنا مع شحته الاسكندراني كان فعلا بيلزق لهم 90 دقيقه و يعني ده كان من الوظائف اللي هي اخترعها هيركوتي عشان يحصل على بطوله الدوري الفترات اللي خدناها فيها.
الحراس اللي انا لعبت معاهم في النادي، هنمسك من اول كابتن مروان كنفاني، كابتن عصام عبد المنعم، كابتن حسن جعفر، وده لعب فتره برضو بس بعد كده سافر. كان هو جول الاهلي، كان جون كويس. هو علاقه المهاجم دايما بالحراس المرمى انه هو اللي بيدربهم في التمرين، يعني في التمرين بيبقى في كل تمرينه بيبقى في اخر التمرين المدرب بياخد الفراوده كلهم ويبتدوا يعملوا شوتينج على الجول. فطبعا كان انا كنت شويت ايامها كويس الحمد لله، كان بيتعبني بالنسبه يعني طبعا اللعيب يحب هو حتى في التمرين بيشوط بيحب يشوف الكره بتخش جوه الشبكه يبقى شكلها جميل يعني. فاللي كان فعلا بيعمل نتائج معايا اتنين، ثابت البطل واكرامي، كانوا متعبين شويه يعني بالنسبه لواحد. وبتبقى علاقه كويسه جدا. ليه بقى؟ على قد ما انت بتعمل مجهود وهو بيعمل مجهود، النتيجه في النهايه بتبقى لصالح النادي، ان الحارس بيتمرن كويس والفيرود بيشوط كويس يعني. احب اوجه كلمه لاعبي الاهلي حاليا، النادي الاهلي امانه بين ايديكم، هنحافظ عليه ونحافظ على بطولاته ونحافظ على اسمه، وزي ما الاهلي بيدينا حتى الواحد معتزل بقاله حوالي حاجه 40 سنه ومازال الجمهور عارفه ومازال الواحد بيجني ثمار تعبه مع النادي، النادي بيديكوا شهرة وبيديكوا اسم ويعني الانتماء للنادي الاهلي دائما بيبقى مكسب يعني. كتبت العب للاهلي اياك انسى الامجاد، العب يلا واكسب في الكورة احنا الاسياد. بشكر جمهور الاهلي على تشجيعه وعلى تمسكه بمبادئ النادي الأهلي ووقفته جنبهم، وأتمنى إن شاء الله إن النادي الأهلي يفضل طول العمر نادي القرن. هي فكرة وجمعتنا أساسها الانتباه.